بيتكم سعيدة. والله وعملوها الرجالة ورفعوا راس مصر بلدنا. اوعى تستهين أو تستهون بالمصري لما يحط في دماغه حاجة. اوعى تستهون بالمصري اللي يقدر دايماً يطلع أفضل النتائج تحت ضغط. عارفين الشركات لما بتيجي تقدم في شغل يقول لك إيه، هل تستطيع أن تعمل تحت ضغط؟ المصري بيقدر يعمل تحت ضغط. ألف ألف مبروك، ألف مبروك لهذا الفوز المستحق. أحياناً بيكون في فوز لكنه مش مستحق، لكن هذا الفوز اليوم فوز مستحق. ألف مبروك لمصر، ألف مبروك لمنتخب مصر، ألف مبروك للمصريين اللي كانوا محتاجين يفرحوا، المصريين اللي استمتعوا بمباراة قوية جداً جداً جداً، وبهذا المجهود القتالي وبهذه الروح القتالية وبالرجولة اللي بتبان دايماً معادن المصري والمنتخب مصر في هذه الأوقات، اللي استمتعوا بمباراة كانت فيها مجهود شاق ومعاناة كبيرة جداً وتفاصيل كانت ممكن تغير سيناريو المباراة ومحاولات كتيرة من المغرب، والمغرب فريق قوي وكبير، لكن المنتخب المصري استطاع أنه يفوز على المغرب ويتخطى كل الحواجز الخاصة بالروح المعنوية، تكون روحه المعنوية مرتفعة وعنده استشفاء وقادر أنه يكمل رغم الهدف اللي جه مبكراً للمغرب، ورغم كتير من الانتقادات اللي واجهت المنتخب المصري في بداية البطولة، لكنه أثبت أنه عنده القدرة والنسق الرياضي اللي يخليه مباراة بعد مباراة يكون أفضل وأفضل. مباراة كوت ديفوار كانت هيلة، مباراة المغرب النهاردة كانت عظيمة، استطاعت مصر أنها تفوز على المغرب 2-1 بهدف لمحمد صلاح وأسست محمد صلاح لتريزيجيه، وإن شاء الله هتواجه الكاميرون صاحبة الأرض يوم الخميس، وإن شاء الله إن شاء الله ترجع بالبطولة بالكاس ويسعد ويفرح الشعب المصري من قلبه بهذا النجاح المستحق. احنا طبعا هنغطي خبر فوز مصر على المغرب وبتغطية يعني وبتفاصيل ومداخلات في أخبارنا، لكن خلوني أقول لكم عن فقرتنا الحوارية النهاردة. حضراتكم عارفين ان احنا دايما بنحاول يكون معانا نماذج مصرية مشرفة، نماذج ناجحة، نماذج متحققة، نماذج ملهمة، نماذج بتدعم فكرة الأمل وفكرة انك تتشعبط في حلمك علشان تقدر توصله. كل النماذج اللي استضفناها كنا بنطلع بنتيجة واحدة بس، إن الحلم محتاج مجهود وتعب، مجهود وتعب علشان يتحول لحقيقة على أرض الواقع، علشان يبقى حياة بتعيشها، وإنه مفيش مستحيل، وكلمة مستحيل هي المستحيل بعينه. شابة مصرية، عالمة مصرية، باحثة مصرية، مدربة مصرية، اتخرجت من الجامعة الألمانية في مصر وسافرت حصلت على الماجستير والدكتوراه من ألمانيا، اهتمت بمجال البحث العلمي، اهتمت بمجال البحث في مكافحة أمراض السرطان، وقدرت أنها تصل لفكرة معينة استخدمتها في أبحاثها. بحثها خد أفضل بحث في ألمانيا، واحد من أفضل 7 أبحاث اتقدموا في تقريباً 400 بحث. بحثها ملهم، وحسينا أنه هي بتشتغل من أجل الإنسانية، من أجل إخضاع العلم لخدمة الإنسانية، من أجل أنه تدي كل وقتها وتدي كل مجهودها علشان الإنسانية، وده الهدف النبيل اللي يستحق أن احنا نحييها ونحاورها ونعرف تجربتها، عيشتها في ألمانيا، مركز الأبحاث اللي بتعمل فيه، طبيعة البحث، إيه التطور اللي ممكن يصل إليه في مكافحة أمراض السرطان، وأيضاً أحلامها المستقبلية. هتكون معانا دكتورة سارة حجي بعد ما ننتهي من أخبارنا اللي هنبدأها حالاً، وزي ما قلت لحضراتكم هنبدأها بخبر تأهل مصر إلى نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا بعد ما فاز على المغرب بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة اللي جمعتهم اليوم باستاد أحمدو أهيديجو ليواجه الكاميرون أصحاب الأرض في النصف نهائي. انتهى الوقت الأصلي بتعادل 1-1 وتقدم المغرب، تقدم لمنتخب المغرب سفيان بوفال في الدقيقة 5 من ركلة جزاء في الشوط الأول، ثم تعادل محمد صلاح للفراعنة في الدقيقة 54، ونجح تريزيجيه في تسجيل الهدف الثاني في الوقت الإضافي الأول. احنا معانا على الهاتف من أجل التغطية الأستاذ عمر كمال الكاتب الصحفي بأخبار اليوم وأخبار الرياضة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك يا أستاذ شهيرة وعلى مشاهدينك الكرام في كل مكان،
بس استاذنك زودي واو ورا عمر تبقى عمر. عمر انا اسفه استاذ عمرو كمال الكاتب الصحفي باخبار الرياضه. بس استاذنك كمان قبل ما نروح للماتش، انا بجد بشكركم على الفقره اللي هتعملوها للدكتوره ساره، لان من القنوات والقنوات الفضائيه القليله اللي بتهتم بالناس المصريه المنوره على مستوى العالم، اللي بتكافح عشان تبرز اسم مصر حتى وان كان البحث في المانيا، ولكن يعني بالتاكيد خامه مصريه رائعه في طريق الطويل من العلماء المصريين اللي بيرفعوا الشأن في العالم، بدل ما ندور على أسلحة دمار شامل دي بتعالج في الإنسانية. أنا بشكر حضرتك على هذا التقدير، والحقيقة دكتورة سارة من أحلامها أن يكون في مركز أبحاث لمعالجة السرطان عالمي في مصر هي تبقى مسؤولة عنه، يعني هي كده كده بتفكر لمصر والخدمة الإنسانية عموما، يعني هو ده الهدف منها. أنا بشكر حضرتك جدا ومبروك، ألف مبروك لمنتخب مصر، مبروك للفرحة اللي احنا حسيناها. خليني أسأل حضرتك كشكل أداء النهاردة للمنتخب المصري، شايف النهاردة الأداء كان أفضل ولا في مباراة كوت ديفوار؟ إيه الجديد المضاف اللي أضافه كيروش النهاردة وكنا مفتقدينه قبل كده؟ إيه التفاصيل اللي في المباراة اللي نقدر نقول إنها كانت ملفتة النهاردة؟ طب شوفي، هو مش كلام صحافي بجد يعني، ولكن النفس اللي عملته الدكتورة سارة عمله المنتخب المصري في مباراتين كوت ديفوار ومباراة المغرب، وهي الإرادة والتحدي والتركيز على اسم مصر. ويعني ممكن تبعدي الفنيات، لأن المنتخب المغربي مليء بأسامي النجوم الكبيرة جدا على المستوى الأوروبي، والقيمة السوقية بتاعت المنتخب المغربي ممكن تبقى يعني قيمة شراء اللاعب وما شابه أعلى كتير من قيمة المنتخب المصري في الفلوس. إنما بقى لما تيجي على أرض الواقع وتحطي المصري في تحدي، وتحطي المصري في إنه هو عايز يفرح منتخب بلده وجمهور بلده، بيعمل المستحيل، وهو ده اللي عمله لاعبي المنتخب المصري، بالرغم من حالة النقد الشديدة اللي كانت بتصف البعض إنه هو يقولك ده خايف على رجله، ده ما بيلعبش عشان الفريق بتاعه اللي في أوروبا عشان يركنه بعد كده. لا، كل ده كان ملغي تماما، وكان حالة من حالات إن الناس بتقدم كل نقطة عرق عشان تفرح الجماهير المصرية اللي كانت اتصدمت في أول ثلاث دقايق من ضربة جزاء المنتخب المغربي اللي أحرزوا منها الهدف، والناس ظهرت على المقاهي وهم بيتفرجوا اتصدموا. ولكن حالة التحدي هي اللي كانت جميلة، وهي اللي مثلا غيرت لي أنا وأنا في الخمسينات، غيرت لي اللي احنا كان عندنا في الماضي والإرث بتاع المباريات، بان احنا خلاص دخل فينا هدف استلم بقى انه ممكن يجي جون تاني، واللعيبه هتتنرفز واللعيبه هتخرج عن تركيزها وما شابه. ولكن بين الشوطين اختلفت الامور، وقال لك اللعيبه في تصريحاتها بعد المباراه احنا لازم نركز ولازم نبتعد عن التشتيت الذهني والبين قوسين النرفزه، لان ده اللي عايزينه المنتخب المغربي ان هم يجرونا ليه، وبكده مش هنعرف نستغل الفرص اللي جات لنا. وعشان كده المنتخب المصري كان عايز اقول لك نجم الشوط الاول الحارس هشام بونو حارس المنتخب المغربي واشبيليه الاسباني، وده معناه ان انت كنت بتادي بشكل قوي، وان حوالي 35 دقيقه كان ادائك انت الافضل بشكل كبير، وقدرنا ان احنا بين الشوطين ان احنا نلم نفسنا تاني، واستغلينا الاخطاء اللي بيعملها هشام بونو في تصدي للكرات القويه جدا ولكنها مش بيمسكها بيبعدها. فعشان كده محمد صلاح كان جاهز على الموعد، وقبل ما تمر 15 دقيقه من الشوط الاولاني الثاني احرزنا هدف التعادل، ودي كانت نقطه فاصله في عمر المباراه. لان لو عارفه في علم الكوره واللعيبه وكده، لو عدى منك ال 15 دقيقه بتوع الشوط الاولاني ما احرزتيش هدف وانت متاخره، الامور بتتصعب جدا جدا، بتبقى اصعب، وبتبتدي تنفلت منك الاعصاب. طب ده ياخدني لكلام حضرتك للروح المعنويه والاستشفاء والاحساس اللي كان عند اللعيبه، لانه انه هدف يجي مبكرا زي ما حضرتك قلت ده ممكن ياثر بشكل نفسي على اداء اللعيبه. ايضا انتقادات كتيره كانت بتوجه للمنتخب في بدايه البطوله، لكن المتابع للمباريات زي ما قلت في مقدمتي انه يشوف انه النسق الادائي للمنتخب بيتطور من مباراه لاخرى، وبيكون متميز من مباراه لاخرى، وانه روحهم المعنويه كانت عاليه وما تاثرتش بكل هذه الاشياء.
فعلا انا مع حضرتك ده جدا، ولكن خليني كمان اضيف للي حضرتك قلتيه في ان المنتخب المصري دائما وابدا بيزداد مستواه الفني مع الدورات المجمعه. ما معناه ان في لو في مباراه فاصله رايح جاي بتبقى الامور اصعب، انما لما بتكوني في دوره مجمعه المباريات بتزداد التفاهمات بين اللعيبه وبيزداد الانسجام بشكل كبير للغايه، وبتزداد كمان ألفة اللعيبة، خاصة ان انت عندك لعيبة محترفة ولعيبة محلية، فالامور بتبقى مش متجانسة بشكل كبير. المهم ان ده حصل وده اللعيبة ركزت فيه وقدر، يعني مش عشان نجومية محمد صلاح ولكن خبراته والتصريحات اللي بالتأكيد حضرتك قريتيها وسمعتيها ومشاهدينك الكرام فرقت جدا في التوقيت ده للعيبه المنتخب، وعشان كده تلاقي اسماء كبيره جدا ومشهوره واكبر منه سنا كانت مستخبيه وتخاف تقول ده. واول ما هو قاله مشيوا في عبايته وابتدوا كلهم يتجهوا لده وينبهوا الجمهور. ليه؟ لان في برامج رياضيه وناس على صفحات السوشيال ميديا بيجي لها فلوس من خلال ان هم يقولوا اي كلمه في الهواء وخلاص. فبيعجبهم قوي الترندات، ولو قالوا كلمه ايجابيه مش هيتجالهم اللايكات والموشن وكلام من ده، لو قالوا كلمه سلبيه بتبقى بتسمع اكتر زي اي حد لو لقى شجار في شارع هيتفرج عليه. ودي الخطوره بتاعت السوشيال ميديا للاسف، يعني دي الخطوره ودي اللي بتوديكي في مناطق، يعني حتى مش في الكوره فقط، يعني في اي شيء. طبعا يعني طبعا في كل امور الحياه. طب خليني اسال حضرتك، لانك اتكلمت عن حارس مرمى المغرب، خليني اسال حضرتك عن هذا الشاب الصغير محمد صبحي اللي عمل مباراه جيده في ظل ظروف اكيد مضغوط فيها نفسيا بعد خروج ابو جبل، اصابه ابو جبل واصابه الشناوي، ظروف ضاغطه لشاب في بدايه حياته بالشكل ده. كلمني عن اداء هذا الحارس المرمى الجيد. شوفي حضرتك، يعني انا بحب شويه يعني الامور تتخذ في الناحيه المعنويه والنفسيه اكتر. محمد الشناوي لما اصيب في مباراه كوت ديفوار وخرج في الدقيقه 85 شاور على طول للجهاز الفني ان هو مش هيقدر يكمل، وشد على ايد ابو جبل. ابو جبل لما جات له الفرصه امام كوت ديفوار والناس كلها اشارت بيه عشان تدعمه نفسيا، وبعدين ذهب لمباراه المغرب أدى يعني الشوط الأول بشكل جيد جدا، وأدى أيضا الشوط الثاني. بيني وبينك بسبب يعني برضو الإنسان بيحب شوية نفسه بالتأكيد وعايز ينجح، والفرصة جات له وصعب إن الفرصة تيجي لحارس المرمى بشكل كتير، فكان رافض إن هو يخرج وهو مصاب، ودي طبعا أظنها أثرت بشكل سلبي على محمد صبحي. واللاعب لما تلاقيه جاي يخش الخط يقول له لا 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 مش يعني بيكلم الطبيب بمنتهى الشده انا ما هكمل. فطبعا كيروش كان بيستنى وما شابه، احنا كنا قلقانين ان تبقى بتاخري التغيير وعشان ما تكسريش حارس فيجي هدف تكسري 100 مليون، وعشان كده عجبني القرار اللي هو اتاخر بنزول محمد صبحي، لان محمد صبحي حارس مرمى المنتخب الاولمبي اللي فاز بكاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه، عنده خبرات كبيره جدا، بيأدي مع نادي فيوتشر بشكل قوي، وكان بيأدي اصلا مع سموحه بشكل قوي، نزل بالرغم ان هو ما تعرضش قوي لاختبارات قويه، ولكن على الاقل كان في كور بتدخل في حراس مرمى كبار سهل جدا وتبقى من المفارقات ونازل على اليوتيوب. فاداؤه في حوالي ال 28 دقيقه، لان هو نزل في بدايه الشوط الاول الاضافي، اداء كويس وكان جاهز للتصدي لضربات الجزاء، واظن ان هو لازم كل يقف وراه في المباراه القادمه بتاعه الكاميرون، وفي كمان حارس رابع الكابتن محمد جاد. وشوفي برضو الناس، عشان كده انا بقول لحضرتك كله دخل ورا عبايه محمد صلاح. قبل البطوله كانوا بينتقدوا ان انت معاكي اربع حراس مرمى رايحين، وادينا احتجناهم، ادينا احتجنا لحد دلوقتي ثلاثه. اه بالظبط، يا رب ما نحتاجش الرابع ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جدا استاذ عمرو كمال حضرتك، الكاتب الصحفي باخبار اليوم واخبار الرياضه، وان شاء الله يكون لنا لقاء بقى بعد انتهاء البطوله نحلل البطوله كلها ونحتفل بالكاس. طيب، هي الحياه كده، يوم مر ويوم حلو، خبر حلو وخبر حزين، هي دي طبيعه الحياه. الحقيقة الشاب في مقتبل عمره، حلم أبوه وأمه، كل لحظة حلم وهم أبوه وأمه يعني،
كل لحظة عاشها، كل دمعة نزلت من عينه، كل فرحة فرحها، كل خطوة خطاها في مستقبله كانت بتخطف قلب أبوه وأمه، حلمهم وحلمه لمستقبله اللي بقى وراه وبالتالي وراهم. الشاب مينا اللي يعني ضحكته بتقول إن ودعته وطبته وروحه وعلاقته بالسماء إنه دلوقتي في السماء بيحتفل في السماء. الحقيقة يعني مينا خبر حزين، لكن تابعناه مع حضراتكم بالأمس وتابعته السوشيال ميديا، تابعته يعني ناس كتيرة، والنهاردة كانت صلاة الجنازة على مينا عبد السيد في كنيسة السيدة العذراء بالعمرانية وسط حشد كبير من محبين مينا كانوا بيرتلوا وبيسبحوا وبيودعوا للأمجاد السماوية بالزغاريت بعد خروج جثمانه الطاهر من مشرحة زينهم. والحقيقة الملفت في هذه الجنازة أمر يعني يرج الإنسان، يعني يخلي جسمه يقشعر، لما الأب يقف يقول وعظة، يقول كلمة في الجنازة يوعظ هو الناس عن مينا وعن علاقة مينا بالكتاب المقدس وعن علاقة مينا بالخدمة وعن وداعة مينا، ويعزي هو بروحه المتعزية هذا العزاء اللي ما بيجيش غير من الإيمان الشديد جدا. الحقيقة يعني شيء تختلط فيه المشاعر ما بين إنه الإنسان يكون سعيد بهذه التعزية في قلب الأب رغم كل الألم ورغم إنه مكلوم ورغم إنه كان مستني ابنه يرجع بعد أسبوع غياب لكنه استلمه جثة غرقانة في مصرف، لكن هذا العزاء اللي بيقول زي ما بيقول الكتاب إن إحنا لا نحزن كالباقين الذين لا رجاء لهم. إحنا معانا على الهاتف، طيب خلينا نشوف الأول كلمة والد مينا وهو أثناء صلاة الجنازة على مينا. يوم الاثنين اللي هو اللي هتفسر فيه المشكله دي. مينا يا جماعه يعني احنا ما نستهلوش على بيته لان كان راجل بمعنى الكلمه، كان راجل جهاد وراجل صلاه، وكان معاه كتاب مقدس على طول في شنطته، وكان بيمسك الشمعه وبيصلي صلوات كبير قوي، وكان واخد الموضوع بجد من زمان، واخد الموضوع بجد. هو ده مينا. كل اللي اتعامل مع مينا شاف فيه ربنا، شاف فيه المسيح، وشاف فيه الوداعة، وشاف فيه الشفقة، وشاف فيه حب الناس. هو بيحب الناس بطريقة جامدة جدا يعني. كان يجيب العيال الصغيرة ويجيبهم من مدارس البحر، عيال خالاته، ويجيبهم من هنا ومن هنا، وكان بيعمل أعمال خير كتيرة أنا مش عارفها فعلا يعني. أقول له يا مينا أنت كنت فين يا مينا؟ ويروح يعمل أعمال خير كتيرة وكده، يقول لي بابا مش شغل، يا بابا مش شغل. مينا كان واخد الموضوع بجد يا جماعة. مينا من الناس اللي هي يعني عايز اقول لك مينا كان عنده مثلا حوالي 6-7 بطنات، لما 5 بطنات منهم قال لي يا بابا ما ينفعش البس بطنات مقطعه زي الشباب دي، وداهم الكنيسه. ما ينفعش البس الحاجات دي يا بابا، قال لي ربنا ما ينفعش. معلش يا جماعه انا مش بقول يعني من احساس الاب ومينا وصلواته الكبيره اللي هو بيشفع علينا عند رب المجد. اشكركم يا جماعه، واشكر رجال الكنيسه ورجال الدوله اللي فعلا تعبوا معانا اليومين اللي فاتوا دول، في المديريه وفي الاسام وفي امن الدوله، في مش امن الدوله، في رجال الامن والطرفه تعبوا فعلا معانا ووقفوا معانا وعملوا معانا شغل جامد جدا. ورجال النيابه بصراحه لغايه الساعه 2:30 بالليل واحنا فعلا معاهم، رجال فعلا هم عايزين يصيروا الحقيقه، واحنا مش عايزين نقرا الحقيقه يا جماعه. يعني مش عايزين على الحقيقه. بشكركم جدا على قصه تعاونكم، واشكركم على فعلا الصلاه اللي اتكلمت كده. امين امين امين. احنا معانا على الهاتف الاستاذ عبد السيد عطيه والد مينا. مساء الخير يا استاذ عبد السيد. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم على البيت. خالص التعازي، ويعني لحضرتك والوالد مينا
وللأسرة كلها. والحقيقة إنه يعني حضرتك نموذج بيعلمنا إحنا، لأنه أي إنسان في لحظة الألم أحياناً ما بيقدرش يكون مسيطر على مشاعره ولا على نفسه، لكن هو ربنا اللي بيدي السكينة، وهو اللي بيدي السلام، وهو اللي بيدي التعزية. هي مش من الواحد نفسه، من ربنا، ومن كتر محبته للإنسان بيديله هذه التعزية وهذا السلام. فأنا يعني الحقيقة مش قادرة أقول غير إنه حضرتك يعني الوعظة اللي قلتها دي كانت شيء ملهم جدا، وشيء يعني يدي درس لكل إنسان بيسمعها. فخليني أسألك في الأول، معلش احتملني، أنا عارفة أنه يعني حضرتك أكيد تعبان، عن الوعظة دي، وهل أنت كنت محضر الكلام ده ولا هو جه فجأة كده؟ صدقني يا فندم، لو تشوفي إيديا وأنا داخل، وهتلاقي داخل ما كانش في إيديا أي حاجة، وأنا ما برتجل يا فندم، برتجل مشاعر أب، مشاعر أب يا فندم. كنت بتصف مينا الصفات اللي مش انت شايفها كأب، يعني دايما كل شاب في عين اهله احسن حد في الدنيا، لكن كنت بتصف الصفات اللي الناس شايفاها عنه فيه، واللي الناس بتتكلم مع بعضها عنه بهذه الصفات او بتصفه بيها. حاسس محبة الناس، حاسس تعزيات الناس، حاسس دعم الناس بعد هذا الحادث ازاي؟ صدقني يا فندم، انا لسه واحد اسمه فادي من اسوان متصل بيا بيقول لي يا عم عبد الفادي احنا كلنا اولادك، قال لي ربنا يعزيك وهكلمك كل شويه يعني اطمن عليك وكده. هو انا قلت له يا فادي حبيبي كلمني، انا تعوضني مينا ابني الثاني، يعني بشوي موجود الحمد لله مش ربنا، عوضني مينا، انا كلهم ولادي. صدقني يا فندم، صدقيني انا ببص لزمايل مينا اكني شفت مينا بالظبط فيهم، لان هم محبين جدا زيه كده، ولاد المسيح صدقني يا فندم. اكيد. طيب مينا صدقني من الناس يعني فعلا اللي انا عارفه لما فعلا تنيح فعلا، انا شفته كمان بصوره مبهيه كده، حس ان هو بيلمع غير كل مره بشوف الصور بتاعته، غير عايز بيقول يا بابا كده ايه، حتى يعني عمته بتقول لي لسه من شويه بتقول لي ان هو بعت لها مزمور الجالس في الستر العلي، وانا في العزه دلوقتي بتقول لي اسمعوا، لان هو مش متعود يعمل معايا كده، لكنه قلبه حاسس ان في حاجه هتحصل. بتكلمني من شرم الشيخ حضرتك، وبنتها عندها امتحانات، وجوزها هو اللي جه من السفر، بتقول لي اسمعوا، قلت لها حضرتك ماشي يا مريم بس لما اروح البيت يا حبيبتي. الفيسبوك الموبايل يا فندم لما باجي افتحه تمام حضرتك بلاقي الشاشه سوداء، كان الخلفيه سوداء، كان الموبايل بتاعي حداد على ابني. حداد على ابني، انا فعلا دي مستغربها يعني. لان هو كان اوابك للدين الموبايل، خد يا بابا الموبايل بتاعك، خده مصدقيني يا فندم طول ما قعد في البيت. ايه يا بابا، في ايه يا بابا يعني؟ طيب هو بالتاكيد طيب. هو بالتأكيد بيصلي عنك دلوقتي، هو بالتأكيد أنت هتشوفه بقلبك حتى لو مش هتشوفه بالجسد، لأنه بهذه الوداعة وهذه الأخلاق هو أكيد بيصلي عنك. بس خليني معلش تستحملني وأخدك للتطورات. حضرتك يعني كان في أكتر من استغاثة علشان تعرف إيه اللي حصل بالضبط لمينا، وكان طلبك أنه بس تعرف إذا كان يعني ده حادث يعني قضاء وقدر ولا في أي شبهة. فهل في أي ردود أفعال عن هذه الاستغاثة؟ هل تقرير الطب الشرعي ظهر عشان نعرف سبب الوفاة؟ هل في أي أخبار من النيابة؟ صدقيني مفيش أي أخبار خالص. طبعا النيابة أكيد شغالة وشغالين جامد جدا، لأن سعادة الباشا حسام دي كنت معاه امبارح لغايه الساعه 2 وربع، وقال لي تقريرك دوت اللي انا قاعد بحقق فيه هيطلع على النائب العام دلوقتي. قال لي انا مستني اخلص معاك واتصل بسياده النائب العام. قال لي كل اللي في قلبك قوله، انت والدنا يعني، انا ما شفتش معامله احلى من كده بصراحه، يعني انا شايف ان البلد يعني فعلا بخير بزياده عن اللزوم كمان، يعني انا بشوف كل واحد بيعاملني من الداخليه بشوف يعني ولادي بكلامك بجد، يعني انا ده مشاعر ابي صدقيني، يعني مش مجرد كلام بقى روتيني بقى والحاجات المتزوقه، لا
بيعاملوني معامله حلوه جدا صدقيني يا فندم. وحضرتك بالتاكيد تواصلت مع اصحاب مينا ومع يعني الجهات اللي تقدر تعرف منها اخر الرسائل اخر المكالمات، اي معلومه ممكن انها يعني يستدل بيها على معرفه كيف وقع الحادث؟ صدقيني انا ما اعرفش خالص، انا كل الموضوع كله ان انا كنت بدور الاول ودلوقتي ما بدورش. انا ابني حضرتك انتقل تمام، ولقيته الحمد لله وليا شفيع في السماء، وعايز يعني عايز فعلا ان انا لما ربنا قابل ربنا كدهوت يقول لي انت ما اهملتش في ابنك، يعني ما تسالش عنه حضرتك. يعني معلش انا مش بطلب ان انا اشمت في لو هو لا احنا مكروه ده حق، لا لو هو حصل له مكروه مش انا ممكن اغفر له، حتى لو هو حصل له مكروه فعلا ممكن اغفر للي حصل له كده فعلا بتاكيد. يعني من جوايا، بس انا عايز ابقى مطمن فعلا ان ابني مش يعني ايه ابني مسامح. يعني انا فعلا حاسس ان مينا لو حصل ان حد عمل في مكروه هيسامح، نقدر نفهم ان هو مسامح وان انت مسامح، نقدر نفهم ده مسامح. لكن ده الحق والقانون ان انا اعرف الحقيقه. يعني يا فندم انا يهمني ان انا ما اتسالش عنه، يهمني ان انا اعرف، انا قلب الاب اعرف بس بالزبط. اعرف ايه اللي حصل عشان ربنا ما يقوليش دم ابنك فين. يعني خد بالك لو هو في شبهه جنائيه، انما انا لو انا شفت فيديوهات بتقول لي ان ابنك وقع في الصرف زي ما بيستدلوا كده هو ان هو وقع في الميه وكده وطلع من بلاعه، انا ما عنديش اي مشكله حضرتك، انا هفرح جدا ان هو الموضوع ده مش وقع ومش حدش هيتعاقب عليه. انما لو في اي مشكله ثانيه جنائيه يبقى المتسبب حضرتك يبقى يعني ينال عقاب، لان عشان المواضيع دي ما يعني لاباء ثانيه. انا ابني خلاص راح اعوضه فيه، أنا يعني مش عارفة أقول لحضرتك إيه على كل هذه الحكمة وكل الوداع وكل التسامح ده. طيب أنا ابني راح حضرتك، أنا مش عايز آباء تانية تبقى يعني لو حصل لا قدر الله شبهة جنائية ولا حاجة، مش عايز آباء تانية تبقى مكلومة زي كده تبقى تعبانة. عندك حق. بس إنما خليني أطمن منك، أنا عارفة يعني معلش برضو استحملني، خليني أطمن منك على بشوي أخو مينا وعلى والدة مينا وعلى حالتهم دلوقتي. يعني طمنا عليهم وعلى يعني الحال بعد هذا. صدقيني بشوي عايز اقول لحضرتك ان هو كنا في المشرحه النهارده وكان مشغل للقداس وكان مشغل وقعد جنب مينا كده هوت، حطه جنبيه كده هوت وقعد جنبيه نايم جنبيه كده هوت، وقعد مش عايز يدخل حد على اخوه لغايه لما يجي الصندوق. بشوي شماس برضه زي مينا واصحاب مينا واصحاب بشوي، هما الاثنين يعني عارفين بعضهم لانهم الاثنين ولاد كنيسه. يعني بشوي ابن كنيسه زي مينا، بس مينا انقح منه شويه يعني. مينا اصلا يعني ايه واخد الموضوع بجد قوي عن بشوي شويه يعني. بشوي برضه طبعا كان بيجهز لجوازه وحاجات زي كده في شهر 10 تمام، و اتفاجئ طبعا يعني كده هو مشغول في العالم شويه طبعا عشان خاطر يعني جوازه وحاجات زي كده. انما مينا فعلا متفرغ، انا عايز اقول لك ان هو كان رايح يوم الجمعه الجايه رحله 5 ايام حضرتك، اللي هو اديره الصعيد، وبعدها هيجي مؤتمر ثاني، بعد ما يجي هيروح مؤتمر 3 ايام ثاني يعني. وطمنا على والدته يعني، خالص تعزيات يعني، خالص تعزياتنا، خالص تعزيات البرنامج، خالص تعزيات القناه، خالص تعزيات نيافه الحبر جليل انبا ارميه لحضرتك وللاسره ولوالدته، وربنا يديكم كل السلام. في حضرتك النهارده حضرتك من يعني طبعا اشكر الاباء واشكر اهتمامهم بينا، والانبا سوديوسف بصراحه ما متاخرش عننا كوالد وبعت معانا ناس ولفنا على مينا يعني من الاسس، كله اتحرك معانا، اعضاء مجلس الشعب اتحركت. كان مينا قضيه يعني مينا حسيت ان هم اباؤه كتير هم طبعا هو ابن كنيسه وده يعني عايز اقول لك هم الاباء بيحبوا اولادهم يعني. النهارده والدته حضرتك قالت لازم دخلنا طبعا قعدنا زغرت كلنا السيدات طبعا زغرتت ان مينا
بيوصل للسماء. النهارده كان في عرس النهارده في الكنيسه، وفعلا الكلام اللي انا قلته دوت ان هو كان في عرس سماوي الاسبوع اللي فات، انما هو دلوقتي في عرس ارضي. الحقيقه يعني انا بنقل لحضرتك خالص التعازي من يعني من قناه ميسات ومن البرنامج ومن يافت الانبار 100. ويعني الحقيقه فعلا جمله واحده اللي اقدر اقولها بعد مكالمتي مع حضرتك ان هو سلام وفاء العقول. بجد حقيقي ربنا يديك سلام ويديك تعزيه ويصبر. النهارده يا فندم، النهارده يا فندم كنا ماشيين رايحين الجنازه حضرتك، كنا بالعربيات كنا بنضرب كلاسات، الناس بيقولوا الناس دي مجانين ولا ايه؟ احنا كنا بنودع عريس حضرتك، احنا كنا في المانيال ورايحين مصر القديمه، كان الناس فعلا بتبص ايه دوت في ايه؟ والدته هي اللي طالبه كده، قالت منا ابن عريس لازم كله ها نضرب كلاكسات، وصت كل الـ الناس ها لكل العربيات اللي رايحه وكل الـ الناس اللي جايه تعمل التعازي. فعلا الناس الغريبه بيقول لك ايه المجانين دول يعني، بس احنا حاسين ان احنا بنما وصل للسماء، ففرحانين ان احنا لقيناه. انا بشكر حضرتك جدا استاذ عبد السيد عطيه والد مينا، والحقيقه يعني كلامه يعني اللي بيقول انه انا مش عايز يعني لو كانت حادثه كويس عشان ما يبقاش في حد هيتعاقب بداله، ولو يعني بسببه، ولو جريمه علشان ما تحصلش الحكايه دي لحد تاني. قد كده هذه الحكمه وهذه الوداعه وهذه الطيبه وهذه البساطه. ربنا يعزيه ويعزي الاسره ويعزي بشوي ويقويه علشان يكون سند لابوه وامه. احنا معانا على الهاتف مهندس ايهاب منصور عضو مجلس النواب. مساء الخير يا فندم. مساء النور، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. اولا الف سلامه عشان وصلنا ان حضرتك مصاب بكورونا، وبشكرك جزيل الشكر انه يعني حضرتك يعني قدرنا نتواصل معاك رغم مرضك، فبشكر حضرتك جدا يعني. لا يا فندم، تحت امرك في اي وقت، بتشرف بالوجود معاك دايما. اشكرك يا فندم. هو حضرتك طبعا من دايره الجيزه اللي فيها منطقه العمرانيه، يعني كلمنا كده عن الحادث، خاصه ان احنا يعني سمعنا انه كان في حادث مشابه حصل قبل كده من فتره، حضرتك شايف الحادث ده ازاي؟ هل في رابط بينه وبين الحادث اللي حصل قبلها، ولا يعني ما نستبقش الأحداث ونستنى نشوف نيابة وتقرير الطب الشرعي؟ هو طبعا في البداية بقول خالص تعزياتي لأسرة المينا مينا والأستاذ عبد السيد اللي كان مع حضرتك دلوقتي، ربنا يصبرهم ويعزيهم ويعزينا، لأن أنا شخصيا يعني أعرف مينا، والحقيقة شخصية جميلة جدا، مسالم، بسيط، محب، بيحب يخدم ويساعد. وتواجدنا اللي لسه قايله الاستاذ عبد السيد معاهم، انا طبعا ما نزلتش كورونا، لكن كل المكتب وكل الناس موجودين معاهم من اول لحظه، وفي القسم والنيابه والمشرحه والكنيسه والمدخن، وده واجبنا اللي لازم نعمله لابنائنا في مصر كلها. الموضوع طبعا زي ما اكيد يعني اتقال كتير ببساطه، ان مينا كان راجع من شغله من كذا يوم، وكان بيكلم والده، بعدها بشويه ما عرفوش يعترف فيه واختفى. الحقيقه تواصلنا مع الجهات الامنيه، والناس بذلين مجهود كبير، ويمكن حتى النهارده والد مينا في الجنازه شكرهم على مجهودهم، لان الحقيقه هو شاف امبارح والنهارده الناس بتحاول وبتجتهد وبتتنقل، يعني لسه قافل من دقائق مع المسؤولين، وهم ما زالوا في الشارع من امبارح وبيتتبعوا الاثار الخط السير والتواجد في المكان هناك كان شكله ايه. الحقيقه يعني هم لحد هذه اللحظه بيبحثوا وبيدوروا، وانا هقول زي ما قال والد مينا بالظبط، احنا مش عايزين، انا شخصيا قلت للجميع مش عايز غير الحقيقه. لو في حادث عايزين نعرف مين اللي عمل كده، لو ما فيش حادث وهي وقوع في بلاعه او بياره او ايا كان، نبقى عارفين برضه، بحيث نبقى واقفين على الحقيقه، واللي احنا
عايزينه، واحنا مش عايزين غير الحقيقه. هو الحقيقه يا فندم الكلام كان بسبب انه التورم او الزرقان اللي في وشه والنزيف الاثار النزيف اللي في الانف، وانه ممكن ده يكون شبهه جنائيه وممكن يكون بسبب يعني تفاعل الجسم مع البلاعه اللي وقع فيها. بس يعني خليني اضيف على كلام حضرتك خليني اضيف على كلام حضرتك حاجه، انه في الحالتين هي شبهه جنائيه، لانه لاما حد قتل مينا يا اما اهمال وجود بلعات مفتوحه بالشكل ده فهو قاتل ايضا. يعني هي في الحالتين هي عمليه قتل، وده حق المجتمع بقى هنا مش بس حق اسره مينا، وان كان في الحالتين هو حق المجتمع بالطبع. يعني بالظبط حضرتك اشرتي الحادثه في بدايه كلامك من فتره، هي كان في حادثه من سنتين ونص تقريبا برضه، كان احد ابنائنا في العمرانيه، كان طفل يتيم، كان برضه بالصدفه بره خارج دايره العمرانيه، وكان مع والدته وهم ماشيين وقع من ايديها طفل صغير الله يرحمه يتيم، وقع في البلاعه برضه. وتوجهت للمكان وقلنا ابحث لحد ما الطياره ساعتها فهي وساعتها حصل اجراءات وفي ناس تحولوا للنيابه واتخذ اجراءات شديده، وفي ناس دخلوا ساعتها اتحبسوا على ذمه القضيه، يعني في اجراءات حصلت شديده. هو الحقيقه احنا بنتكلم من سنوات عن فكره البلعات اللي مفتوحه واللي بتتغطى بحته كرتون او يحطوا شويه حجاره والناس مفروض انها تمشي تاخد بالها، والمفروض انه البديهي ان ده يكون معالج بشكل او باخر. اتعمل، هقول لحضرتك ببساطه جديده، انا اقترحت من سنتين ساعتها بعد حادثه ابننا ياسين برضه في العمرانيه ان نعمل نظام جديد لاخطيه البلاعات، وقدمت بالفعل في المجلس لطلب احاطه مقترحات، فعلا شركه الميه والصرف ابتدوا ياخدوها ونفذوا وابتدوا ينفذوا، بس التنفيذ بطيء الى حد ما. ليه؟ ما ابتدوا يعني استجابوا ساعتها الحقيقه للمقترح بتاعي، وانا نزلت بنفسي جربت النظام الجديد بحيث لو البلاعه الغطا اتسرق او ضاع محدش يقع فيها، يبقى في غطا تحتاني بحيث يمنع السقوط. لكن اللي ناقص بقى في الموضوع انها تعمم على كل الجمهوريه بصوره كبيره. يعني عايز اقول لحضرتك برضو حاجه بتعزينا برضو في حكايه ابننا مينا لسافر السماء، ان كنت بتكلم مع احد الخدام النهارده وبيقول لي على حاجه قد ايه مينا كان امين وكان محب، وانا شخصيا يعني مستبعد ان مينا يكون متضايق مع حد او مضايق حد لانه شخص جميل جدا. مينا حضرتك من ايام كان في مسابقه حفظ مزامير في الكنيسه وخد ورقه عشان يحفظ، الخادم بتاعه بيحكي لي ان هو اتفاجئ ان مينا جاله الاسبوع اللي بعديها عشان يقول له الورقه دي انا لقيت ورقتين معايا فدي زياده مش بتاعتي مش حقي. فتخيل يعني اي واحد فينا هياخد الورقه يرميها، يعني تخيل. هو كان ضيف من السماء، يبدو ان هو كان ضيف من السماء، قاعد كان كده فعلا قاعد معانا لفتره كده. يعني كان كده فعلا. أنا بشكر حضرتك جدا يا فندم، وبتمنى من خلال موقعك في مجلس النواب إنه يعني يكون في طريقة ما نقدر نواجه بها إهمال الشوارع، إهمال البلاعات والبياضات والحاجات اللي زي دي. هيحصل ومش هنسيب حق أي حد من أولادنا، وهنمشي لأن مش بس اللي في العمرانية أولادي، لأ وإخواتي، لأ كل المصريين. وهيحصل إجراءات لضبط المنظومة إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك جدا مهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب على هذه المداخلة، وسلامة حضرتك ألف سلامة. الحقيقة يعني مينا لو كان دي جريمة فممكن يكون القاتل شخص واحد، لو كان إهمال فالقتلة كثيرين. والدولة اللي بتهتم بالإنسان وبتهتم بتفاصيل حياة الإنسان علشان يعيش مواطن رافع راسه ويعيش في حياة كريمة، أكيد بالتأكيد هتلاقي حلول لهذه البلعات المتسابة اللي ممكن تتسبب في إنهاء حياة شاب وتدمير أسرة. خلينا نروح لخبر تاني. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول
متابعة جهود وزارة العدل لإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم، فضلا عن إعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية. وقد استعرض المستشار عمر مروان في هذا الإطار قاعدة البيانات التشريعية القومية الصادرة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والتي تتناول القوانين والقرارات الخاصة بالجمهورية. خلونا نشوف هذا الفيديو الخاص بالرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير العدل في هذا اللقاء. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل لإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم، فضلاً عن إعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية. وقد استعرض المستشار عمر مروان في هذا الإطار قاعدة البيانات التشريعية القومية الصادرة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، التي تتناول القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء والاتفاقات الدولية الصادرة حتى نهاية عام 2021، حيث وجه السيد الرئيس بدراسة سبل إتاحة هذه القاعدة الهامة والثرية لكافة الوزارات والجهات الحكومية والمهتمين بالشأن القانوني للاستفادة منها. كما تابع السيد الرئيس جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، أخذاً في الاعتبار أن القضايا المدنية المتداولة بالمحاكم قبل عام 2020 تمثل 12% من إجمالي القضايا المدنية المتداولة في الأول من يناير 2020، كما أن قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021 تمثل 3.5% من إجمالي القضايا المتداولة في الأول من يناير 2021، موجهاً سيادته بقيام وزارة العدل ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائي الجاري. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير العدل عرض أيضاً جهود الوزارة للحد من حالات الطلاق بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، وذلك من خلال صقل المهارات المهنية والمجتمعية للمأذونين للتأكد من وقوع الطلاق بكامل أركانه ومحاولة الصلح بين الزوجين قبل توثيق الطلاق. كما اطلع السيد الرئيس على مستجدات أعمال التطوير التقني للمنظومة القضائية وما يلحق بها من إضافات، خاصة ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى متابعة سيادته لتنفيذ القرارات الخاصة بإدراج العنصر النسائي من بداية السلم الوظيفي للتعيين في كل من مجلس الدولة والنيابة العامة. الحقيقة خلينا نروح للخبر الثاني. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اليوم لمتابعة جهود الدولة المبذولة لمكافحة علاج الإدمان والتعاطي، وبحضور السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وعمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. وخلال الاجتماع تناولت السيدة نيفين القباج تقرير يرصد مقارنة البيانات المسح القومي الشامل للتعاطي والإدمان التي تم إجراءها خلال العامين 2015 و2020، حيث أوضحت أن مؤشرات المسح سجلت انخفاض في نسب التعاطي والإدمان خلال 2020 مقارنة بالبيانات والمؤشرات اللي رصدت في 2015. كما أشارت الوزيرة أن ما تم إصداره من قرارات في إطار مكافحة الإدمان والتعاطي قد ساهم في خفض نسبة المتعاطين للمواد المخدرة، لافتة إلى أنه وفقاً لبيانات حملة الكشف المبكر التي أجريت مؤخراً فقد انخفضت نسبة الحالات الإيجابية بالجهاز الإداري بالدولة، كما انخفضت نسبة الحالات الإيجابية بين سائقي الحافلات المدرسية. خلينا نشيد بهذا لأن فعلاً المجهود المبذول في ملف مكافحة الإدمان من كافة الجهات مجهود يعني باين، يعني يتشاف، والحقيقة أنه لأن ده أمر خطير وإحنا عالجناه قبل كده في البرنامج وأكتر من مرة، وكان ضيفي من صندوق مكافحة علاج الإدمان اتكلمنا عن المخاطر دي على الشباب وإزاي نوعي الشباب، والحقيقة أنه فعلا النسبة اللي بتنخفض دي دلالة على هذا المجهود الضخم المبذول في هذا المجال.
خلونا نروح للخبر الثاني خاص بالتعاون ما بين العربية للتصنيع وكبرى الشركات الإماراتية في تحويل المركبات للعمل بالغاز. أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز كافة الجهود لتحويل المركبات وتشغيلها للعمل بالغاز الطبيعي، مشيرا إلى تعزيز قدرتنا التصنيعية وتوطين التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال وفقا لأحدث آليات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي. جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين العربية للتصنيع وشركة كاربون القابضة وشركة وودلاندز لخدمات الطاقة الإماراتيين بحضور المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق نائب رئيس مجموعة كاربون القابضة. خلونا نشوف التقرير اللي عملته القناة في هذا الصدد ونرجع نستكمل مع حضراتكم. طبعاً أهمية البروتوكول النهاردة أن احنا بنتعاون أو ده تعاون ثلاثي بين إحدى شركات القطاع الخاص وما إحدى الشركات الإماراتية مع الهيئة العربية للتصنيع في مجال تنفيذ مبادرة استخدام الطاقة النظيفة سواء في وسائل النقل الجماعي أو وسائل النقل الفردي، فده تعاون مهم جدا في إطار توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر واستخدام الطاقة النظيفة. تفعيل البروتوكول إن شاء الله تعالى هنبتدي فيه مباشرة ومش هياخد وقت إن شاء الله طالما إحنا وقعنا البروتوكول واتفقنا على الخطوط العريضة للتعاون، فإن شاء الله تعالى يتم تفعيله قريبا. دولة الإمارات الشقيقة هي دولة بتعمل مع الجانب المصري في أشياء كثيرة ودائما دولة مساندة ومعضدة للاقتصاد وبخاصة مشروعات الطاقة. مجموعة المزروعي هي إحدى هذه الشركات الوطنية الإماراتية ولديها خبرة طويلة في مجال تحويل السيارات للغاز من خلال تكنولوجيا أجنبية موجودة معاهم، فالنهاردة هي بتعقد هذه الاتفاقية مع الهيئة العربية للتصنيع لإدخال تكنولوجيا تصنيع معدات التحويل، مش عملية التحويل نفسها، معدات تحويل السيارات إلى العمل بالغاز، ودي تأتي في إطار المبادرة الرئاسية اللي وجه بها السيد الرئيس للاستفادة العظمى من الغاز المصري وتقليل فاتورة استيراد المواد البترولية السائلة وضغطها على الاقتصاد المصري. البروتوكول ده بيوسع آفاق جديدة في التنمية التكنولوجية وتحويل السيارات للغاز، ودي على حسب توجه الدولة وبناء بنية تحتية للمشروعات العظيمة دي إن شاء الله. يعني المشروع زي ما معالي الوزير قال احنا عايزين نطلع لحوالي 1000 محطة تزاد ل3000 محطة في خلال الفترة القادمة للاستفادة من الغاز الطبيعي اللي في البلد والاستفادة بالبنية الأساسية الموجودة في البلد. الخبر التالي خاص بوزارة الصناعة. أعلنت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة ورئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن بدء حصر المشروعات غير الرسمية على مستوى الجمهورية لمساعدتها للدخول في المنظومة الرسمية للاقتصاد الوطني عبر تقديم آليات دعم واضحة من خلال المميزات التي يوفرها القانون 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة. أضافت نيفين جامع خلال ورشة عمل لبحث آليات التوعية بقانون المشروعات أن هناك توجه رئاسي واضح لدعم أصحاب الصناعات والأنشطة غير الرسمية، وهو ما نقوم بحصره أولاً بشكل دقيق، مشيرة إلى أن تحويل هذه الأنشطة إلى منظومة رسمية يعني زيادة في الإنتاج المحلي عبر تعميق التصنيع، وهو ما ينعكس على التصنيع والتصدير. معنا على الهاتف دكتور سيد خضر الباحث الاقتصادي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين يا فندم. دكتور، يعني الاقتصاد الغير رسمي هو اقتصاد موازي للاقتصاد الرسمي، عايزين يعني لو متاحة أرقام أو تفاصيل عن حجم تعاملات الاقتصاد الغير رسمي وعن الجهود اللي بتقوم بها الدولة حاليا يعني دمج الاقتصاد الغير رسمي. طبعا الاقتصاد الغير رسمي بيمثل شريحة كبيرة جدا من الاقتصاد المصري، فبالتالي فكرة ضم الاقتصاد الغير رسمي إلى الاقتصاد الرسمي ده بيمثل تجربة مهمة جدا في التنمية الاقتصادية في مصر، خاصة الدولة المصرية تسعى بشكل كبير جدا لضم هذا الاقتصاد الغير رسمي من خلال تقديم
الحوافز التشجيعية وتسهيل الإجراءات لأصحاب تلك المشروعات المتوسطة وصغيرة الحجم. أيضا مصر لديها أكثر من 60% من اقتصادها اقتصاد غير رسمي، خصوصا في الصناعات الحرفية والبائع الجالين، فبالتالي لابد من توفير مناخ مناسب لتلك الأنشطة حتى يضمن استمرارها على المدى البعيد. وبالتالي عند ضم هذا الجزء الحيوي جدا من الاقتصاد الغير رسمي إلى الاقتصاد المصري بينعكس بشكل كامل على التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، وخصوصا أن هذا القطاع الحيوي بيضم نسبة كبيرة جدا من العمالة في مصر، فبالتالي لابد من الدعم الكامل لهذا القطاع الهام في مصر. يعني هل تتوقع حضرتك استجابة يعني العاملين في الاقتصاد الغير رسمي لفكرة هذا الدمج؟ طبعا حضرتك، مع طبعا الاتجاه إلى الرقمنة والفاتورة الإلكترونية، أعتقد إن شاء الله خلال عام 2022 هيكون هناك ضم أكثر من 70% من هذا الاقتصاد الغير رسمي إلى الاقتصاد المصري، إلى الاقتصاد الرسمي، فبالتالي هيزيد من حصيلة إيرادات الاقتصاد الرسمي، فبالتالي هينعكس على التنمية الاجتماعية وخدمة المواطن. فإن شاء الله لا، في قابلية كبيرة جدا إلى تصحيح الأوضاع لهذا الاقتصاد الغير رسمي. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور سيد خضر الباحث الاقتصادي على هذه المداخلة. انطلقت أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية خارجية الدول العربية اليوم بالكويت. الاجتماع لمناقشة مستجدات الأوضاع بالمنطقة العربية وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا والمسائل المطروحة. سلم وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب نظيره الكويتي رد لبنان الرسمي على مبادرة الكويت لنزع فتيل الأزمة مع دول الخليج، وكان لبنان قد رحب بالمبادرة الكويتية الرامية لإعادة الثقة مع محيطه العربي. وحضراتكم عارفين طبعا كان في أزمة ما بين لبنان وما بين دول الخليج، وأكد نائب أمير الكويت ولي عهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أن بلاده تدرك أهمية العمل العربي المشترك وضرورة وحدة الصف. الحقيقة الاجتماع التشاوري ده هو الاجتماع الثاني، ده وزراء الخارجية اتفقوا أن يكون في اجتماع كل 6 شهور يعني نصف سنوي، وبتديره الدولة اللي هي رئيسة جامعة الدول العربية دورتها. فالسنة اللي فاتت كان في قطر، لأن كانت هي قطر في الدوحة، لأن كانت هي رئيسة الدورة الخاصة بجامعة الدول، وإن هو ده اجتماع مش ملزم، يعني بطلعش قرارات ملزمة، ده اجتماع عصف ذهني كده بيتناقش ويتشاوروا في قضايا ملهاش جدول أعمال، يعني القضايا اللي بتشغل كل دولة وممكن الوصول فيها لأفاق مشتركة يعني، أو لحلول مشتركة أو لأفكار مشتركة. في مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أنه تم تناول الوضع العربي بكامله بكل مشكلاته خلال الاجتماع التشاوري، وأوضح في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح عقب ختام الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب أنه أيضا تناول الوضع الإقليمي والتدخلات الأجنبية والوضع الدولي وتأثيره على الوضع الإقليمي والوضع العربي. الحقيقة الاجتماع ده يمكن تكون أهميته أنه خلاص يعني في مؤتمر قمة قادم في مارس قريب، يعني بعد شهر تقريبا إن شاء الله هيكون في الجزائر. خلونا نشوف الفيديو الخاص بهذا الموضوع، نرجع نستكمل مع حضراتكم. موضوع القمة العربية، وزير خارجية الجزائر طرح موعد محدد مقترح من الجزائر لانعقاد هذه القمة. لست في حل أن أنا أكشف عن هذا الموعد، ولكن يستطيع الإعلام العربي أن أو الجزائري أن يستفسر الأمر من الوزير الجزائري. وبالتالي ليس هناك بعد جدول أعمال لهذه القمة، لكن في أحاديث السادة الوزراء هناك تصميم أن تكون قمة إيجابية ذات محتوى وذات توجه وذات هدف. فيما يتعلق ب
ما يتعلق بالمشاركة السورية أو عودة سوريا إلى شغل مقعدها في الجامعة العربية، هذا الموضوع لم يطرح في الحديث اليوم على الإطلاق. هي الأزمة السورية أو المشكلة السورية في إطار بحث المشاكل الأخرى سواء اليمن أو ليبيا أو سوريا بتطرح بشكل عام. موضوع عودة دولة لشغل مقعد أو دعوتها لمشاركة في قمة، هذا يسبقه دائما مداولات، مشاورات، طرح مشروع قرار، أفكار، رؤية الدول الأعضاء كيف ترى هذه الدولة أو تلك مجموعة من الدول أو مجموعة أخرى، ما هو المطلوب من الجانب السوري، كل هذا عليه بعد، وبالتالي الأمر لم يطرح اليوم. الكتاب دورته 53، عديد من الفعاليات موجودة في المعرض متنوعة، منها انتصار الهوادي، ندوة بمعرض الكتاب توثق لجرائم الجماعة الإرهابية، كانت في القاعة الرسمية يوم الجمعة الماضي، مؤتمر انتصار الهوية بمشاركة كل من الدكتور هشام عبد العزيز اللي ألقى كلمة وزير الألقاف، واللواء دكتور محسن الفحام والناشر محمد عبد المنعم مدير دار سما للنشر والتوزيع، والدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة وتحرير الدستور ونائب مصطفى بكري. خلونا نشوف تقرير القناة ونرجع نستكمل مع حضراتكم. هذه الندوة هي جرس يدق في مواجهة محاولة تزييف الوعي والجيل الرابع من الحروب الذي يوجه ضد شبابنا وضد أمتنا العربية وضد مصر بالأساس. وأعتقد أن احنا أمام قضية مهمة تستوجب وحدة كل المثقفين الوطنيين، وأيضا لابد أن يكون هناك دور محدد للإعلام المصري في مواجهة هذه الحرب، لأن دي حرب ليست هينة، تستخدم كل أدوات العلم والتكنولوجيا من أجل تزييف وعي الناس. احنا قدام مخطط كبير اسمه الشرق الأوسط الجديد، يريد تفتيت الدولة الوطنية، يريد تزييف وعي الناس. ولذلك الحقيقة ممارسات الجماعة الإرهابية قليلة السنة التي حكمت فيها كشفت منهجهم لإقصاء تغييب الآخر، العجز عن حل أي مشاكل، خلط الدين بالسياسة، وكل هذه أمور تستوجب من الجماعة الوطنية أن تضع يدها سويا من أجل أن احنا بالفعل نواجه هذا الجيل من الحروب. الملمح الأساسي واللي بيميز الهوية المصرية دايماً إن هي هوية قايمة على التعددية وعلى التنوع وعلى قبول الاختلاف، لأنه مصر لما بتبص لها بتبصي إلى سبيكة دخل فيها مكونات كتيرة جداً من ثقافات وحضارات وأيديولوجيات وأفكار وأديان. الشاهد إنه المصريين طول الوقت مش شعب مغلق على نفسه، لأ، شعب بيستوعب الآخرين طول الوقت وبيضيف لي الآخرين من روحه، ولذلك فكرة التمصير دي فكرة مهمة جدا. فهذه الهوية بيبقى الخطر عليها أنه يتم أنه تبقى في اتجاه واحد، أو أن احنا نبقى شعب في اتجاه واحد أو لين رأي واحد أو فكر واحد، ده بيؤدي إلى الجمود الشديد. يمكن النهاردة احنا بنناقش صحيح على خلفية أنه نوثق جرائم من جماعة الإخوان الإرهابية، ومن هذه الجرائم أن هي كانت بتعمل على محو الهوية المصرية وتغيير المزاج المصري اللي تكون عبر قرون طويلة جدا. فالحقيقة ده هي محاولة فقط للتأكيد أنه احنا جماعة طول ما احنا قادرين على استيعاب الآخر، طول ما احنا قادرين على التعايش مع الآخر، طول ما احنا قادرين على تفهم الآخر، ده هيؤدي إلى كثير من السلام والاستقرار. لأنه الحقيقة إذا تخلينا عن هذه الهوية يبقى احنا داخلين في صدام أعتقد الجميع في غنى عنه. الحقيقة الندوة النهاردة أنا بعتبرها من الندوات المهمة جدا، اللي هي بتناقش فكرة محاولة جماعة الإخوان الإرهابية طمس الهوية المصرية، وكان اتكلم فيها مع النائب الأستاذ مصطفى بكري، وكان اتكلم فيها الدكتور محمد الباز، وأيضا ممثل من وزارة الأوقاف. والحقيقة كلهم أثاروا محاولات الإخوان المستميتة لمحاولة طمس الهوية المصرية. الكلمة اللي أنا قلتها الحقيقة كانت بتتناول محاولة الإخوان للتأثير
على جهاز الشرطة، والحمد لله كان ليهم أكثر من محاولة، زي مثلا إعادة هيكلة جهاز الشرطة، زي مثلا إنشاء جهاز أمن موازي لجهاز الشرطة، والمحاولتين دول الحمد لله بقوا بالفشل. المحاولة الأولى كان بيقودها الإخواني محمد البتاجي، المحاولة الثانية كان بيقودها الإيراني القاسمي اللي هو سليمان القاسمي، وكلتا المحاولتين الحقيقة الحمد لله باقوا بالفشل فيما يتعلق بتأثير على وحدة وكيان جهاز الشرطة، وأيضا الحقيقة تأثير على كيانات أخرى من الأجهزة المؤثرة في الدولة يعني. فالحمد لله أنا شايف أن سأرجو الحقيقة أن هذا اللقاء يعقبه لقاءات أخرى، وأرجو أنه يكون هناك توثيق للكلمات اللي قيلت النهاردة، وتكون دي بداية لحملة توعوية تقوم بها كل وكالات أو أجهزة الإعلام يعني في التصدي لمثل هذه المحاولات. انتصار الهوية هو إثبات أن الشعب المصري يحافظ دائما على هويته. طيب نحافظ على هويتنا إزاي لو ما فيش دليل موثق بيوثق ما يحدث مع الناس؟ ابني وابن حضرتك هيعرف ازاي بكرة وبعده ايه اللي حصل في البلد دي؟ فكان لازم ان احنا نكون حريصين على توثيق جرائم الاخوان المسلمين منذ النشأة وحتى اليوم، ومش في مصر بس، ده في مصر والعالم كله، حتى يعلم الاجيال طريقة فكرهم ثقافتهم وتعليمهم للعقول وتزييفهم للوعي. ده كان الهدف الأساسي من إقامة المؤتمر. الحقيقة الأعداد كبيرة في معرض الكتاب، وكل يوم وزارة الثقافة بتطلع التعداد اللي كان موجود، والنهاردة لحد رغم أنه أول الأسبوع لكن كان في أعداد كبيرة. أدعوكم أن أنتوا تتابعوا المعرض بفعالياته المختلفة المتنوعة اللي بترضي كافة الأذواق، وبفكركم أن شخصية المعرض للكاتب الكبير عبد التواب يوسف. خلوني أروح مع حضراتكم بقى لصورة وتعليق. الحقيقة أنا وقفت كتير قدام الصور دي، قدام عصير السنين، قدام خلاصة الحياة، قدام الفكرة نفسها، إنه بعد الحروب والصراع والكره والغل والحقد والمكائد والنجاح والفشل والتلون والنفاق والحب والأمانة والإخلاص وكل المشاعر نبيلة كانت أو حقيرة، لما الإنسان يوصل لمرحلة معينة يتسأل فيها عن نصيحة واحدة بس يقولها للأجيال الصغيرة، اكتشفت أن الكل اتفق، الكل اتفق بلا اتفاق ببساطة أن النصيحة دي هي الإنسانية. مفهوم السعادة وماهية السعادة في أنك تكون إنسان مع نفسك ومع الآخرين. الحقيقة شايفين أنه السعادة في الحاجات البسيطة قوي، أنك تكون سعيد بأبسط الأشياء. السعادة أنه تقدر تستمتع بكل لحظة من وقتك. السعادة إنك تكون سعيد بنفسك ومع نفسك ومع اللي حواليك. هي دي مفهوم اللي جايين من هناك، أو أقدر أقول اللي وصلوا هناك، اللي سبقوا لهناك. يعني لما نشوف بس الصور مع الزملاء علشان أستكمل معاكم، اللي جايين من هناك أو اللي سبقوا هناك شايفين إن هي دي السعادة في أبسط الأشياء، قبل ما تسرقك السكينة وتسرقك الحياة، وبعدين تكتشف إنك ما عشتش حاجات ومش هينفع ترجع علشان تعيشها. هو ده مفهومهم عن السعادة، لا هي في نجاح ولا في شهرة ولا في فلوس ولا في سطوة ولا في نفوذ ولا في الحاجات المتغيرة اللي ممكن تقل أو تزيد أو تنقص أو تكون مش موجودة وتنتهي وما بيكملش مع نفسك غير نفسك وإحساسك بإنه هل التمن اللي دفعته من أجل اللي انت كنت عايزه كان يستحق ولا لا، خاصة لو كان التمن من نفسك. اللي قاعدين هناك او اللي وصلوا للمرحلة الزمنية دي شايفين انه لازم تحاول تكون محب ما تكرهش، تتعلم تحب ما تكرهش، تتعلم انك to be nice with everyone, to be kind، تكون انسان، تكون طيب، تكون كويس، تكون حقيقي مع الناس من غير زيف ولا كذب، مشاعر حقيقيه مش علشان مصالح او نفاق او اي شيء. هو ده مفهومهم، هو ده عصير السنين بتاعهم، انك تكون كويس مع الناس. وبيقول لك سلو داون، بالراحه على نفسك، بالراحه على نفسك وعلى اللي حواليك. الانسان اللي بيوصل لمنتصف الثمانينات او التسعينات وبيبص وراه بتكون هو ده عصير سنينه. حقيقي ما حدش بيتعلم من تجارب الآخرين، وكل واحد فينا بيشوف أنه عايز يعيش تجربته، متصور أن معطياته مختلفة والنتائج هتكون بالضرورة مختلفة، لكن
ببساطة لما بيوصل هناك للمرحلة دي بيبص وراه بيكتشف إنه لأ، ممكن يكون عاش مشاعر شديدة العنف من أجل الحصول على فتات، وإن اللي موجودين هناك شايفين إن الحياة في سلامها وفي علاقتها الإنسانية وفي المحبة وفي جبر الخواطر وفي الرصيد اللي بتعمله من سمعتك اللي بتبقى باقية بعد ما أنت تبقى مش موجود، لأن السمعة أطول من العمر، لأن العمر الحياة مهما طالت قصيرة، وإن الحب محتاج مجهود صعب، محتاج وعي، محتاج درجة كبيرة من الثقة بالنفس والثقة في الله. محدش منهم قال مثلا من اللي سبقوا هناك، محدش اتكلم عن معارك الحياة، اتكلموا عن الإنسان، محدش اتكلم عن مكاسب الحياة، اتكلموا عن الحب، محدش اتكلم عن الصراع، لكن قالك slow down، بالراحة على نفسك، عشان لما توصل للسن ده ما تحسش بغصة في حلقك، ما تحسش بمرارة، ما تحسش بندم. السنين بتشيل على كتافك ندم، لما بترجع لورا بتبص انه الندم ده ما تقدرش تغيره، علشان مش هتقدر تغير السمعة أو السيرة لو كانت اتأثرت، مش هتقدر تجمع الناس لو كانت اتفرقت، هتحس ان ناس محتاجهم وناس مفروض يكونوا موجودين في حياتك لكن ما هم مش موجودين، لحظات كان نفسك تعيشها لكن الحقيقة مش هتقدر ترجعها مرة تاني. يعلم الناس دي علشان توصل لده اتألمت قد ايه وتعبت قد ايه وتوجعت قد ايه وبكت قد ايه وصرفت من مشاعرها قد ايه علشان توصل للحكمة دي، توصل لحكمة ان الحياة للكل وبالكل وتساع الكل، وان مفيش حاجة مستاهلة، وان السعادة في أبسط الأشياء. خلونا ناخد من تجربتهم، ولو اني عارفة انه دايما الانسان بيحب يعيش تجربته، حبوا اكتر مما تكرهوا، خليكوا حلوين طيبين مع الناس، حسوا بمشاعر الناس، استمتعوا بكل لحظة في حياتكم، السعادة في أبسط الأشياء، علشان لما توصلوا لهناك يبقى عندكم ذكريات أكبر من العمر نفسه. الصور دي لفتت نظري وحبيت أشارككم بيها، مش بس لفتت نظري لجمال إنسانياتها، لكن لأنها خلتني أفكر لو وصلت لده واتسألت في يوم من الأيام عن نصيحة أقدر أقولها للأجيال الصغيرة، يا ترى هقول إيه؟ ويا ترى لو بصيت ورايا هشوف إيه؟ أشوفكم بعد الفاصل مع دكتورة سارة حكي. مساء الخير مرة تانية، بيشرفنا أن يكون معانا دكتورة سارة حجي، العالمة الباحثة المدربة، وزي ما قلت لحضراتكم في مقدمة الحلقة أن احنا دايما بنسعد لما بيكون معانا شخصيات ملهمة، شخصيات بتتحدى، شخصيات بتحقق، علشان تدينا دايما نموذج مشرف يحتذى به، ونشوف إزاي الإنسان ممكن يقدر يوصل ويقدر يحقق، خصوصا لو كان بيكرس علمه لخدمة الإنسانية وده هدف نبيل. احنا معانا دكتورة سارة حجي، مساء الخير يا دكتورة. مساء الحلا والرضا، اهلا وسهلا، اهلا بيك والله، مش اهلا بيكي، احنا اللي متشرفين بيكي، احنا يعني عندنا اكتر من حاجه عايزين نتكلم فيها معاكي، اكيد هنتكلم عن البحث وعن ما وصلتي له وعن ازاي البحث ده حصل والجوائز اللي حصل عليها، لكن في الأول لازم إحنا نتعرف عليك. يعني الشغف للعلم، إن الإنسان يكون عنده رغبة ومحبة للعلم وللبحث العلمي، ده شيء يعني مش متواجد بكثرة، ده مسألة نادرة شوية. وإيه اللي وصلك للإحساس بأنه أنا عندي شغف بالعلم، وش معنى الاهتمام بالأبحاث الخاصة بالسرطان؟ أوكي، أولاً أنا بشكركم تاني جزيل الشكر على حسن الاستضافة، وثانياً أحب أقولك بقى إزاي كنت بقى. هو أكشلي الحقيقة أنا طول عمري بحلم إن أنا أخدم البشرية، يعني بجد والله من وأنا صغيرة أفتكر أنا دايماً كان نفسي أبقى دكتورة، حتى وأنا في ثالثة ابتدائي كانت المس بتاعت الإنجليش بتاعتي كانت بتقول لي يا دكتور سارة. فأنا عايزة من وأنا صغيرة أنا عايزة أعمل حاجة فيها خير كبير، لأن أنا حاسة أن ده مراد رب العالمين من كل واحد على الأرض أن إحنا نبقى خير خليفة. فهي دي فكرة العلم، ودايماً الأديان السماوية الحقيقة
بتحث على قيمة العلم جوانا، فده معناه إن في ارتقاء بشكل معين بيحدث لما إحنا بنسخر حياتنا لأن إحنا نتعلم. بالتأكيد. وهو ده بالضبط اللي حصل. طب إشمعنى السرطان يا دكتور؟ أوكي. أنا وأنا في أنا كنت خلاص أخش طب لغاية لما دخلت المرحلة الثانوية، وفي آخر سنة في المرحلة الثانوية توفت قريبة ليا الله يرحمها، وكانت هي أكبر مني يمكن بسنتين ثلاثة، وده أدى لأن أنا هي توفت عن السرطان، عن سرطان البنكرياس المنتشر في جسدها، كان قبل فرحها بأيام. فده الحقيقة يعني أثر فيا أثر شديد، خاصة أن أنا ما شفتهاش غير مرتين في حياتي، وتاني مرة كانت قبل ما تتوفى. بس ف يعني حسيت ان انا عايزة اعرف يعني ايه سرطان، وعايزة اسخر حياتي ان انا اشوف اقدر اساعد ازاي في مرض السرطان. ومن هنا جدا الحقيقة احنا دايما بنسأل عن الدوافع في القاهرة، دايما بنسأل عن الدوافع، لأن هو ده اللي بيستخلصه اللي بيتابع معانا علشان يكون هو عنده حافز، عشان يبقى عارف لما يكون عنده شيء شغله ممكن يوصل لإيه أو ممكن يوصله لإيه. وبرضو علشان الناس تقدر تفهم معانا تجربة يعني شخصية ملهمة زيك، السفر، الغربة، التعليم برا مصر، انك تتعاملي مع ثقافات مختلفة، انك تعتمدي على نفسك بالكامل، تتعلمي لغة ألماني بشكل يعني جيد علشان تقدري تدرسي، انك تصرفي على نفسك تشتغلي، ده مسألة، دي مسألة مش سهلة. ومهم ان كتير من الشباب اللي بيفكروا في ده يعرفوا التجربة دي تحتاج منهم ايه، وعلشان يعملوا ده محتاجين يبقوا أقوية ازاي. الحقيقة أنا يعني لو استخلصت لكم تجربتي هقول لكم اللي أنا اكتشفته حتى من خلال عملي كمدربة قيادية، وأنا دلوقتي بشتغل مع مدراء وباحثين. فالحقيقة إن أي هدف كبير إحنا عايزين نوصل له كأنه زي ماتش كرة اللي مصر لسه لعبها دلوقتي، محتاج اللعيب، محتاج المدرب، محتاج الاستراتيجية. أوكي؟ تمام. فهي الفكرة إن الواحد لازم يبدأ يطور من قدراته ناحية، هو دايما هيبقى فيه تحديات لأي هدف كبير، بيبقى فيه تحديات. فالتحديات دي لما بتظهر البني آدم بقاش قدامه غير حل من الاثنين، يا إلا هو يكمل ويشوف الوسائل اللي يقدر يطورها علشان يطور من نفسه ويتخطى التحديات، يا إلا يقف ويعتزل اللعب أو يقول اللعبة دي كبيرة عليا أنا هلعب لعبة أصغر شوية. والحقيقة يعني الحقيقة أنا بقى ده النصيحة اللي كنت هخلي حضرتك تختمي بيها معانا في الآخر، اللي هو للشخص اللي قاعد على الكرسي ومش عارف الحلم يعمله ولا ما يعملوش، والشخص اللي فعلا عايز يحقق حلمه بس مش عارف الطريقة. وهنتكلم عن مسألة التدريب دي بالتأكيد، لكن خليني أبدأ معاكي في الماجستير والدكتوراه، واللي فهمته إن العلوم الحيوية مختلفة شوية عن دراسة الصيدلة، فبالتأكيد يعني مسألة كانت صعبة. مركز بحوث السرطان في ألمانيا من أهم المراكز البحثية، أكيد كان المسألة فيها تحدي كبير، وأكيد كان فيها منافسة جديدة، وأكيد كان فيها لحظات فشل وإحباط ومش هقدر وهكمل. احكي لنا عن ده، واحكي لنا عن الدعم، يعني مين دعم ومين شدك لتحته كان عايز يعني يخلص عليكي، وانت ازاي قدرتي انك تتجاوزي ده؟ لا الحمد لله ما حدش كان عايز يخلص عليا، الحمد لله. لا بس انا اقول لك على حاجه، انا طول عمري نفسي اتعلم عند ناس كبيره قوي، عشان انا بحب اتشرب العمل من اكتر الناس تميزا. فهو ده الحقيقه الدافع اللي خلاني اقدم في جامعه هايزنبرغ، لأن هي من أكثر الجامعات تميزاً على مستوى أوروبا في هذا المجال. والحقيقة أن زي ما حضرتك تفضلتي قلتي أن زي مش عايز أقول عيب، بس هو عيب هايدلبرغ أن هو كان التنافس كبير قوي، فده كان على طول بيئة موترة، وأنا كان بالنسبة لي في جاب كبيرة، في فجوة كبيرة
ما بين الصيدلة وما بين العلوم الحيوية السرطانية. فقضيت أول سنتين أنا يعني كانت مظلمة قوي بالنسبة لي، كل معمل كنت أروحه ما كنتش أعرف أكمل فيه يا بقى الأسباب كتيرة قوي، عدم وجود دعم مالي، يا المعمل شخصيا ما عندهوش دعم، يا في حاجة مشكلة في الشخص اللي ماسك المعمل أو المدرب المشرفين بتوعي. فالحقيقة إن يعني جميع التحديات أنا واجهتها، حتى إن أنا سجلت في يعني مكان عشان أعمل أتم رسالة الماجستير بتاعتي، مكان المشرفة بتاعتي فجأة مشيت، فأنا قررت أسقط وأسيب الماجستير في المعمل ده، لأن أنا يعني كان عندي شغف كبير، لا أنا عايزة أعمل حاجة كويسة وعايزة أعمل حاجة كويسة قوي. فلو هي الست اللي هي الداعمة اللي هي مش موجودة، أنا أفضل إن أنا أستنى أنتظر وأدور مرة تانية وأعيد التجربة مرة تانية على إن أنا أعمل حاجة أي كلام. فالحقيقة إن الدافع ده والشغف ده كان موجود قوي، وهو ده اللي دايماً حسدني إن أنا أطلع لقدام وأتمنى إن أنا يا رب أوصل. بعد كده قابلت البروفيسور بتاعي بروفيسور بروس أدجر، وهو ده بقى اللي احتضنني وساعدني إن أنا أطور من علمي كعالمة ومن مهاراتي ومهاراتي القيادية، حتى أنا اللي مسكت البروجكت في الآخر، الفكرة البحثية. فحقيقة دي كانت محتاجة يعني زي بيئة حاضنة، وكمان الشخص القيادي اللي فوق مني كان لازم يكون يعني محتضني وعايز يتطور مني. فالحقيقة إن الحمد لله الدافع ده كان موجود عنده، فالحمد لله يا رب عشان كده أنا وصلت. طيب يعني من كلامك أقدر أعرف إن الباحث ليه شخصية مختلفة، يعني الباحث ده لازم يكون شخص صبور، شخص مرتب التفكير، شخص مغامر، شخص عنده قدرة على إنه كل ما يقع يقف تاني. يعني كلميني الباحث، المواصفات اللي مفروض تتوافر في الباحث عشان يكون، بخلاف العلم طبعا بالتأكيد، يعني عشان يكون قادر على التواصل ويقدر يوصل لنتيجة بحثية هو يعني منتظرها. هي الحقيقة اللي أنا أقدر أقوله 100% إن الباحث هو قيادي وريادي بالدرجة الأولى. يعني مثلا أنا في الفكرة البحثية بتاعتي، الفكرة دي كانت يعني هم قالوا إحنا عايزين نسأل السؤال الفلاني، وأنا اللي قعدت أطور في طريقة التجربة بحيث إن إحنا أثبتنا الحمد لله اللي إحنا سألناه في الأول. وده مش معناه إن كل سؤال إحنا بنسأله بنعرف نرد عليه، ده معناه إن في روح معينة المفروض تبقى موجودة علشان كل زي ما حضرتك قلتي كل ما لا طب أسأل إيه اللي ناقص، لا إيه المختلف أقدر أعمله، إيه الحاجة اللي أقدر أحسنها وهكذا. فدي يعني عايزة أقول إمكانيات الفردية. وبرضو الباحث لازم يكون عنده إمكانيات قيادية تساعده في موضوع الجماعة. يعني مثلا أنا الحمد لله يا رب ده من رزق ربنا عليا إن أنا كنت شغالة مع 2 مشرفين كبار جداً، معملين مختلفين، لأن المشرف الأولاني سافر أمريكا، فأنا اخترت إن أنا أتابع البحث وأنا لا أشرف عليه بنفسي وأكمله من معملين، معمل في أوروبا ومعمل في أمريكا. فالحقيقة إن كان في 2 يعني عايزة أقول إيه leadership style، شكل قيادي مختلف تماماً عن التاني. فدي برضو موهبة أنا عرفت أطورها، أو كمان قدرات عرفت أطورها، وغير بقى الحاجات اللي حضرتك قلت عليها، لو أنا مش هعرف مش هقدر، ده هم أحسن مني. ده أنا أصلاً طلع لي 2017 طلع معمل في ألمانيا كان بيشتغل على نفس الخلايا وعنده نفس الريزالتس، عنده نفس النتائج الأساسية. والحقيقة إن ده موضوع كان زي بيهدد البحث كله، أقول أقدم إني مش أقدم exactly يعني النوفلتي بتاعت البحث. طب ما تخلينا نشرح بقى كده للناس، نخش على البحث ونشرح للناس كده بمنتهى البساطة إيه هو البحث بتاعك وإيه الجديد فيه وإيه اللي ممكن يفيد يعني البشرية في مجال مكافحة السرطان. اوكي، هو الحقيقة ان دور الهرمونات الجنسية على الأعضاء الجنسية كان يعني مفهوم بشكل كبير،
يا إلا في يعني العمليات المتزنة في البني آدم الصحي أو عدم اتزان الهرمونات دي في سرطانات الأعضاء الجلدية. ده كان مفهوم. اللي ما كانش مفهوم هوي هو هل في تأثير للهرمونات الجنسية دي على أعضاء زي الأمعاء مثلاً؟ والحقيقة إن أنا اكتشفت إن أيوة في الهرمونات الجنسية دي بتطلع من الأعضاء الجنسية بتروح للخلايا الجذعية في الجهاز الهضمي وتحديداً في الأمعاء. فلما بتروح هناك الخلايا الجذعية دي بتنقسم، فكل خلايا بتبقى اثنين، واحدة بتفضل خلايا جذعية والتانية بتروح تبقى أي خلية العضو محتاجها. ففي العملية اللي ربنا خلقها في اتزان الهرمونات الجنسية دي بتخلي الأعضاء تكبر، علشان لما الأعضاء تكبر تعرف تمتص مواد غذائية بشكل أكبر، فبيروح لتطور الأجنة. فالعملية دي ممتازة علشان الأمهات والأجنة والجنين. تمام. فدي بس كده وتطور الأجنة، وبالتالي زي تطور الناتج الإنجابي أو تحسين الخلف، يعني تبقى دايما البيبي متطور بأحسن يعني قدرات تمام للجسم. فالعيب بقى أو اللي أنا اكتشفته إن لما الواحد بيتعرض لمستويات كبيرة من الهرمونات الجنسية عن طريق الغذاء مثلا أو عن طريق الدواء، الحقيقة إن دي بتؤثر على انقسام الخلايا الجذعية، فبتقعد تنقسم كتير كتير، فالأعضاء بتعجز بشكل أسرع أو السرطان بيتطور بشكل أسرع. فلو مثلا فضلي لو مثلا تخيلنا إن الخلايا الجذعية دي عاملة زي بنزين، ربنا خلقها، قصدي عاملة زي العربية، ربنا خلقها ليها بنزين وليها فرامل، بحيث إن هي ما تفرط في الانقسام بتاعها فتقلب سرطان. ففي العادي إن الهرمونات الجنسية دي عاملة زي البنزين، بدو شوية بعد كده الخلايا الجذعية تنقسم وتقف. لكن في السرطان لما يكون فيه هرمونات جنسية بشكل عالي طول الوقت، فكأن احنا دايسين على البنزين طول الوقت، فده بيؤثر لسوء. ده ياخدنا الحاجتين بقى، ده دي نصيحة للناس طبعا تخلي بالها من أكلها ومن من من ما يعني تاخده من أدوية، فتقول لنا نصيحة سريعة في الموضوع ده. وياخدنا كمان لأنه لما وصلنا لده، هل معنى كده أنه نقدر نقاومه أو نعالجه أو نوقفه؟ أوكي. أول حاجة طبعا أنا أدي توصيتي أن بالذات الأكل دول المصادر الحيوانية اللي بيبقى فيه هرمونات شبه الهرمونات بتاعتنا، زي مثلا الاستروجين اللي بيبقى موجود في البيض أو الحاجات دي. احنا اكتشفنا أو في أبحاث، حتى مش بس البحث بتاعي، في أبحاث بتؤكد إن الهرمونات دي الجسم بيمتصها وبيستخدمها. فكتر الهرمونات دي يعني بيؤثر سلبا على صحة الأعضاء. فدي أول حاجة أقدر أقولها. تمام. تاني حاجة هو زي ما حضرتك قلتي، الحقيقة إن الخطوة الجاية في البحث بإذن الرحمن هي إن هو ده اللي بيعملوه في أمريكا، هو إن إحنا نطور في الناحية العلاجية. يعني إحنا دلوقتي بنعمل شوية تجارب على الفئران، وبعد كده بنشوف الجينات اللي بتتأثر بانقسام الخلايا الجذعية، علشان لو اكتشفنا بعد كده إن الجينات دي عالية في سرطانات الأمعاء وسرطانات الجهاز الهضمي، نقدر نشتغل على الجينات أو نقدر نقلل مستويات الهرمونات الجنسية حوالين محيط السرطان. ده شيء عظيم، وده ياخدنا برضو لأنه البحث يعني خد جائزة أفضل بحث واتنشر في أفضل أو أهم مجلات طبية، وخد منحة أمريكية كبيرة معدية 2 مليون دولار يعني أو قرب 3 مليون دولار علشان تطبيقه. كلميني بقى عن إحساسك وانتي شايفة أنه ده بيحصل في البحث اللي انتي قمتي بيه، وانه لو قدرتي فعلا توصلي لكيفية السيطرة على هذه الهرمونات او توقيف اثرها، ممكن تبقى عملتي ايه؟ يعني تبقى شايفة الدنيا ازاي؟ والله انا فخورة وممتنة جدا طبعا لرب العالمين، لان كل ده رزق رب العالمين عليا. الحقيقة انا عمري ما كنت اتخيل ان انا انشر في نيتشر، وعمري ما كنت اتخيل ان انا اقدر احقق حلمي بعد كل التحديات اللي انا واجهتها في الاول. فالحمد لله ده فضل ربنا وكرمه في الأول.
والحقيقة إن ده نتيجة كمان لجهد الناس اللي تعبوا معايا، يعني طبعاً غير بابا وماما ودعواتهم، لا الحقيقة المشرفين بتاعي برضو ربنا يبارك فيهم يا رب، يعني كانوا ناس عظيمة الحقيقة، ولولاهم أنا ما كنتش بقيت العالمة اللي أنا بقيتها، وما كنتش بقيت القيادية اللي أنا عليها النهاردة الحمد لله. طيب خليني أسألك، أنا عندي أسئلة كتير بس أنا فاضل لي 3 دقايق، فعندي سؤالين مهمين محتاجة إجابة عليهم. أول حاجة، حضرتي منتدى شباب العالم، انطباعك عن ده، انطباعك لما كان في لقائك مع الرئيس السيسي ولقائك مع السيدة انصار السيسي ومع كتير من السيدات المؤثرات يعني في المجتمع؟ أيوة ما شاء الله، أنا كنت قاعدة الحقيقة جنب الوزيرة غادة والي، السيدة غادة والي، يعني أنا حقيقة انبهرت جدا وكنت فخورة الحمد لله إن في مصر القيادة دي دلوقتي اللي عايزة تطلع مصر لقدام، وإن شاء الله أتمنى بإذن الرحمن إن إحنا نقدر نقفل الفجوة ما بين الواقع وسيادة الرئيس بيحلم بيه مصر وواخد مصر عليه، وإن شاء الله يا رب إحنا كمصريين كل واحد فينا يتحمل زي مسؤولية يكون برضه هو كمان مسؤول عن إن هو يطلع مصر لقدام بإذن الرحمن، ودي حلمي ورؤيتي لمصر إن شاء الله. إن شاء الله. كلميني بقى عنك كقيادية وكمدربة، بالتأكيد أنت عملتي ده علشان في البداية تدعمي نفسك أنك تقفي، اديني بقى كده نصيحة في جملة للشايف أن حلمه صعب. يا جماعة الكوتشنج، دوروا على الكوتشنج، دوروا على التدريب القيادي، التدريب القيادي ده هيخليكوا تشيلوا كل النضارة اللي انتوا شايفين العالم بيها علشان تحققوا أي حلم قدامكم مهما كان كبير. والله العظيم موضوع كله تطوير ذاتي، دوروا على مدرب يطوركوا، واستراتيجيات، شوية استراتيجيات عشان تحققوا هدفكم بإذن الرحمن. حلمك القادم بعد إن شاء الله ما يتحقق البحث وتطلعي نتيجته ومركز الأبحاث العالمي اللي بتتمني اللي يكون موجود في مصر، ده معناه إن أنت عايزة كل خبرتك وعلمك تقدمي زي ما بتقدمي للإنسانية، لأن الإنسانية ما فيهاش تحديد يعني، بس تخدمي بيه مصر أيضا. طبعا، وحلمي ان شاء الله باذن الرحمن ان انا اكون من المؤثرين القياديين العالميين من اصل عربي، واكون موجوده على غلاف مجله فوربس ان شاء الله. هنشوفك على غلاف مجله فوربس ان شاء الله، وهنكلمك بعدها ونبارك لك، وهنبارك لك قبل كل ده والاهم على خدمه الانسانيه لما ان شاء الله نتائج البحث تتحقق ويبقى قدرنا نسيطر على احد يعني الامراض السرطانيه. انا بشكرك جدا جدا دكتوره ساره حجي، بشكرك على تشريفك وببارك لك على نتائج البحث، وبشكرك وبتمنى لك كل التوفيق، وان شاء الله يكون لنا لقاء بعد يعني صدى نجاح هذه الابحاث. شكرا جزيلا، تصبحوا على هنا ونعيم. انت مشاهدينا كالعاده الوقت معاكم بيمر بسرعه والقعده وسطكم ما تشبعش منها، لكن وقتنا خلص، بكره حلقه جديده وانا اشوفكم الحد الجاي.